بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مشاهدين الكرام، اليوم حعمل معاكم براوني شركة بيوتي كويكر. زي ما انتم شايفينها، نشوف المكونات ايش هي. بيضتين عندي هنا، بيضتين جبتها، وربع كوب زيت. هذه عبارة عن ربع كوب زيت أو كوب موية، هذه كوب موية. وإذا احتجت موية هزيد بعدين. جهزت عندي هذا الوعاء، جهزت عندي كمان الصينية هذه، ويلا نبدأ مع بعض العمل. حطينا هنا، حطينا البيض، دحين نحط الموية، بعدين كمان أحط الزيت، أحط الزيت الثاني، وبعدين أخفقه بالخفاقة وأجيكم. وبعد ما خفقت الموية والزيت والبيض مع بعض، أضيف خليط براوني شوي شوي، بعدين يعني على كميات بسيطة مع الخفق. بعدين أدهن الصينية زيت أو زبدة أو سمنة على حسب ما أنت حابة، بعدين أحط عليها أكيد ورق الزبدة. يلا مع بعض. طيب، بعد ما دهنت الصينية شوية زيت، حطيت عليها أكيد ورق الزبدة، بعدين حضيف الخليط عليها. وبعد لما نضفت الحليب أكيد حدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. شكرا متابعيني، وإن شاء الله أدخلها الفرن دحينة ونشوف النهاية.